لم تكن مجرد احتفالات لمحطة تاريخية عابرة، بل هي صرخة للعالم بأن هنالك أرض اغتصبت وهنا شعب يتوق للحرية والاستقلال. الصحراويون وفي احتفالات ساخبة بالذكرى 45 لتأسيس الجمهورية الصحراوية، أثبتوا مرة أخرى أنهم شعب صامد لم يتأثر بكل أنواع البطش الممارس في حقه. في أرض المعركة يتواجد جنود يدافعون عن الأرض، وبالمخيمات يستعرض هؤلاء قواهم تأهبا للالتحاق بأرض الشرف. كل أطياف المجتمع الصحراوي وهي في هذا اليوم تقدم ما تملك من تدريبات من نضالها على درب الشهداء الذين سقطوا من أجل أن تبقى هذه الدولة حرة مستقلة. كل أطياف المجتمع الصحراوي مجندة للدفاع عن دولتهم المحتلة. القضية الصحراوية حققت مكاسب دولية، وما الحضور الدبلوماسي للاحتفالات سوى دليل على أن صوت القضية يجوب العالم بأسره. فرحانة بعد اللي مخلدت جديد وطني جمهوري صحراوي دبلوماسي في العالم مصارف به، واليوم 45 مضات ندور استقلالنا. بهذه الأصفاد يحاول العدو فاشلا انتزاع كرامة المرأة الصحراوية. التعذيب والبطش لنساء صحراويات بالأراضي المحتلة لم يولد إلا الإصرار على الكفاح والرغبة في التحرر. بالبندقية لنار الحرية، كل الوطن أو الشهادة، لا بديل لا بديل عن تغرير المصير. كلنا سلطان خيار، أنا متضامنين مع خوتي في المناطق المحتلة، رانا متضامنين وندور من حقوق الإنسان. هي محطة يعلن من خلالها الصحراويون بكل قوة رفض التخلي عن بناء دولة مستقلة، مشروع يتبناه الشعب الصحراوي بكل أطيافه ومكوناته.